في درسنا لليوم راح نتعرف على مصطلح متوسط السرعة القياسية Average Speed ومصطلح متوسط السرعة المتجهة Average Velocity، بالإضافة لحل بعض الأمثلة الرياضية. عشان نبسط المفاهيم راح أستعمل مشهد من لعبة ثنائية الأبعاد. إذا كان في عندنا جسم بتحرك مسافة 4 سنتيمتر على الـ X-axis ومسافة 3 سنتيمتر على الـ Y-axis عشان يوصل إلى هدف معين، المسافة اللي قطعها الجسم مقدارها 7 سنتيمتر. مثل ما حكينا المسافة هي طول المسار كاملا، أما الإزاحة اللي حققها فهي 5 سنتيمتر بزاوية 37 درجة. زي ما حكينا الإزاحة كمية متجهة، لازم نحكي فيها الاتجاه. بدنا نحسب الـ Average Speed. علاقة الـ Average Speed هي المسافة المقطوعة على الزمن. عشان نسهل الحسابات رح أفترض إنه الزمن 10 ثواني، فبصير عنا Average Speed بتساوي المسافة اللي هي 7 على الزمن 10، وبعطينا 7/10 سنتيمتر لكل ثانية. خلينا نحسب الـ Average Velocity. الـ Average Velocity بتساوي الإزاحة على الزمن، فبتصير المعادلة 5/10 وبتساوي 0.5 سنتيمتر لكل ثانية بزاوية 37 درجة. شو معنى هاي الأرقام؟ الـ Average Speed مش معناها إنه سرعة الجسم كانت دايماً 7/10 سنتيمتر لكل ثانية. ممكن تكون السرعة عند لحظات معينة أعلى وعند لحظات ثانية السرعة أقل، بس متوسط السرعات الموجودة عندنا بيكون 7/10 سنتيمتر لكل ثانية. بنلاحظ إنه الـ Average Speed كمية قياسية، يعني ما إلها اتجاه. ولو كان عندنا جسم سرعته ثابتة مقدارها 7/10 سنتيمتر لكل ثانية رح يوصل للهدف بالوقت نفسه إذا استعملنا المسار نفسه. إذا كان في عندنا جسم سرعته 0.5 سنتيمتر لكل ثانية وتحرك على الخط الواصل بين نقطة البداية ونقطة النهاية رح يوصل بالوقت نفسه. في عندنا ملاحظة، عادة بنحذف كلمة average لما نحكي احسب الـ velocity، بيكون قصدنا average velocity، ونفس الاشي بالنسبة للـ speed. في عندنا مثال: A car is moving along a straight roadway in a single direction from A to C and from C to B in 10 seconds. Calculate average velocity and average speed. اذا في عندنا سيارة تحركت بخط مستقيم من النقطة A للنقطة C وبعدها من النقطة C للنقطة B خلال زمن مقداره 10 ثواني. المطلوب الأول نحسب الـ Average Velocity. بداية نكتب العلاقة: الـ Average Velocity بيساوي دلتا X على دلتا T. دلتا X يعني الـ X Final ناقص الـ X Initial. الـ X Final عندنا من الرسمة 3 والـ X Initial 0، إذا بتصير العلاقة 3 ناقص 0 تقسيم الزمن. الزمن عندنا 10 ثواني، إذا 3/10 بيطلع عنا الجواب 3/10 متر بير سكند. وزي ما حكينا الـ velocity عبارة عن vector quantity، اتجاهها لليمين. المطلوب الثاني average speed. الـ average speed بتساوي المسافة تقسيم الزمن. المسافة الكلية اللي قطعتها السيارة عبارة عن المسافة بين A و B والمسافة بين B و C والمسافة بين C و B. إذا 3/4/4 تقسيم 10، وبصير الجواب عندنا 1.1 متر بير سكند. منلاحظ انه ما في إلها اي اتجاه لانها سكيلر كوانتيتي.